بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 38. يقول: حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، وخرجت من البيت وأنا غاضب، وقلت علي الطلاق، لن أعود إليها ولن أعاشرها قبل شهر، وإن عدت فهي طالق بالثلاث. قلت هذا 3 مرات، ولكني بعد مضي أسبوع فقط من ذلك عدت إليها وعاشرتها، فما الحكم فيما حصل مني من طلاق؟ هل يقع منه شيء أم لا؟ وماذا يجب علي أن أفعل الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن ما ذكرته من الغضب الذي حصل معك على زوجتك وتلفظ بالطلاق هذا أمر لا يحسن منك، فإنه لا ينبغي للزوج أن يتخذ الطلاق دائما على لسانه ويتكلم به إذا ما حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، لأن الطلاق أمر لا يستعمل إلا عند الحاجة إليه وعند الضرورة إليه. أما أن يهذو به الرجل ويتلفظ به من غير مبرر ثم بعد ذلك يقع في الحرج ويلتمس الفتاوى، فهذا أمر خطير يوقع الزوجة ويوقع المفتي في حرج منه. لا. أما بالنسبة لما حصل، إن كان الغضب الذي حصل معك غضبا مستحكما زال معه شعورك ولا تدري ماذا قلت فهذا لا أثر له، أما إن كان غضبا دون ذلك وأنت تستشعر ما تقول وتعقل ما تقول، فإن كان قصدك من التلفظ بذلك منع نفسك من الدخول على زوجتك ومعاشرتها أثناء هذه المدة التي حددتها، فإن هذا يجري مجرى اليمين ويكون فيه كفارة يمين: عتق رقبة، فإن لم تجد عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، مخير بين هذه الأمور 3: العتق إن تيسر أو الإطعام أو الكسوة، والإطعام يكون لكل مسكين 1/2 صاع من الطعام المعتاد في البلد. نعم. على 10 أشخاص، وكذلك الكسوة لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته، وما زاد على ذلك فهو أفضل. فإذا لم تجد شيئا من هذه الأمور 3 فإنك تصوم 3 أيام. أما إن كنت قصدت من التلفظ بالطلاق إيقاع الطلاق، وقصدت أن تطلق زوجتك إذا اتصلت بها أثناء هذه المدة، فإن هذا يكون طلاقا، فإذا خالفته فإنه يقع الطلاق، وبما أنك كررته 3 مرات فإنه يكون طلاقا بائنا، لأنه يقع 3 طلقات إذا لم تقصد التأكيد بتكراره، وإنما قصدت بكل لفظة طلاقا آخر فإنه يكون طلاقا 3 بائنا، بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج آخر يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، ويطلقها تطليق اختيار ورغبة عنها، هذا إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق. أما إذا كنت قصدت منع نفسك من الاتصال بها خلال المدة هذا يجري مجرى اليمين كما ذكرنا وفيه الكفارة. بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الرحيم إدريس خليفة مقيم بالكويت، يقول: لي ابنة عم في سن الزواج، وبعد أن سافرت من بلدي تقدم لها شاب يريد الزواج منها، ووافق أهلها ووافقت هي أيضا، وحينما عدت إلى البلد وعلمت بذلك طلبت من عمي أن يطلب من هذا الشاب أن يتخلى عنها لي، فأنا أرغب الزواج منها، ولكن عمي رفض طلبي علما أن البنت نفسها تريدني أنا أن أكون زوجا لها حينما سئلت عن ذلك، وكذلك والدتها موافقة على فسخ خطبتها وتزويجي بها، وحينما علم هذا الشاب الخاطب بمحاولاتي فسخ خطبته من ابنة عمي غضب لذلك، وكادت أن تحدث مشاكل رغم استعدادي لدفع كل ما قدمه وخسره في خطبته لهذه الفتاة،
ولكن وبعد أن تدخل بعض الناس للإصلاح وطلبوا منه التنازل عن خطبته لابنة عمي، وفعلا تم ذلك دون كامل رضا، بل فعله حياء وتقديرا وكما يقال جبر خاطر، فهل علي إثم في عملي هذا؟ وهل يجوز لي بعد ذلك الزواج منها أم لا؟ أخطأت في تصرفك هذا، فإن الذي ينبغي لك أنك لما علمت بسبق أخيك المسلم لهذه المرأة ألا تتدخل في هذه القضية، وأن تعدل إلى زوجة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا حق لمسلم سبقك إليه، فلا يجوز لك أن تتعدى عليه وأن تفسد شأنه في هذا. حق المسلم على المسلم عظيم، حرمته عظيمة، فأنت أخطأت في هذا، وواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود لمثل هذا، وأن تستحل أخاك مما صدر منك في حقه وتطلب منه المسامحة. أما بالنسبة لتزوجها، تسأل هل يجوز لك أن تتزوجها بعدما تخلى عنها؟ إذا كان تخلى عنها ولم يبقى له رغبة فيها فلا مانع أن تتزوج منها، أما إذا كان له رغبة فيها ولا يزال يريدها وإنما تركها كما ذكرت من باب الحياء والمجاملة، فالأولى أن تترك له المجال ليتزوجها. نعم. هذه عدة أسئلة من الأخوات ألف ألف عين وميم ألف عين وزميلاتهما من جمهورية مصر العربية الإسماعيلية. سؤالهن الأول: امرأة تملك قيراطا من الأرض ولها أبناء وبنات، وقد كتبت في وصيتها أن هذه الأرض توزع على أبنائها وبناتها بالتساوي، فهل يجوز ذلك وهل يعمل بهذه الوصية أم تقسم تركتها حسب شرع الله؟ أولا، الوصية للوارث لا تصح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. قد أجمع أهل العلم على منع الوصية للوارث، وهذه الوصية أيضا باطلة من ناحية أنها تخالف شرع الله في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي وصية باطلة بكل حال، والأرض تقسم بعد وفاتك على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل، الذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. السؤال الثاني يقولنا: ما هي اليمين الغموس، وما حكم من يحلف على شيء ويضمر في نفسه خلافه، فهل يعد كذبا ويحنث في يمينه وتقع عليه الكفارة؟ اليمين الغموس هي التي يحلف فيها على أمر ماض كاذبا متعمدا، كان يخبر بخبر أنه حصل كذا أو أنه صار كذا وهو كاذب ومتعمد لهذا، فهي يمين غموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من كبائر الذنوب. كذلك لو اليمين التي يحلفها لترويج سلعته بالبيع والشراء وهو كاذب، كان يحلف أنه أعطي فيها من الثمن كذا وكذا، أو أنها من النوع الجيد أو ما أشبه ذلك، فإذا اتخذ اليمين لترويج سلعته وهو كاذب فإن هذا من اليمين الغموس، ويجب على المسلم أن يحذر منها وأن يتجنبها. قد ورد الوعيد الشديد في من يجعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وأخبر أنها ممحقة للبركة، فالحاصل أن المسلم في مندوحة عن مثل هذا، وفي الصدق بركة، وفي الغش والخديعة محق البركة والآثام. أما إذا حلف على يمين وفي نيته خلاف ما حلف عليه فهذا ما يسمى بالتأويل في اليمين، إذا كان ظالما في هذا ويريد إيهام السامع